جراح ألماني شهير أواخر القرن 19 اسمه فانسنت شيرني، أطلق عليه أبو جراحة الثدي التجميلية بعد أن استأصل ورم سرطاني من ثدي مريضة، قام باستئصال ورم شحمي سليم من ظهر المريضة نفسها، ثم زرعوا في مكان الورم المستأصل في الثدي لتحقيق أكبر قدر من التناسق بين الثديين. أما أولى عمليات تكبير الثدي بمادة السيليكون فكانت في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1962، حيث تمكن فريق بحثي من إقناع سيدة أمريكية اسمها تيمي لينسي بأن تجرى عليها أولى التجارب في هذا المجال. ومن وقتها لدلوقتي التقنيات الطبية والأبحاث والدراسات العلمية في مجال تجميل الثدي بتنوع عملياتها وأهدافها في تطور مستمر. اهلا بكم النهارده، لقاء مهم ومثير وموضوع مهم قوي. انا عايز اشرح لكم حاجه يا جماعه فيما يتعلق بمشكلات الثدي عند المراه وايضا عند الرجل، في حاجه اسمها الثدي عند الرجال. الست المشكله الطبيه التي تعاني منها مثلا عندما يكون هناك صغر في حجم الثدي او تغيرات حصلت بعد الحمل والولاده، هذا امر يعيقها نفسيا بشكل كبير جدا ويؤثر على حياتها الزوجيه ويفقدها الثقة في نفسها ويجعلها عندها حالة من ربما الحزن الدائم. وما تستخفوش بالست عندما تفكر بهذه الطريقة، يعني الاستخفاف من التخصصات المختلفة لشكوى امرأة تشتكي من هذا الأمر أمر لا يليق بالفكر الطبي اللي هدفه الأساسي رفع المعاناة عن من يشتكي من أي شيء. حاجة تانية، في ست ممكن تعاني من تضخم وكبر حجم الثدي، مشكلة طبية في منتهى الخطورة، لأنه هذا الأمر يجعلها تعاني من ألام في الفقرات قد تصل مع الوقت إلى ألم مزمن ومبرع في الفقرات، قد يجعلها تعاني من صعوبة في التنفس ما عندهاش قدرة على التنفس الجيد، قد يجعلها تعاني من انفكشن والتهابات وإلى آخره. ده وطبعا بيزود فرصة الإصابة بسرطان الثدي كبر حجم الثدي، لأنه أنت عندك عدد خلايا أكبر، فالعدد الخلايا الأكبر أعتقد أن أنا مصيب في الحتة ديت، بس طبعا المرجعية المتخصصين فيها. القصة هنا أن إحنا لا نستخف بهذا الأمر. أيضا الشباب اللي بدأوا ياخدوا أدوية فيها هرمونات لبناء العضلات، ودي في منتهى الخطورة، من ضمن الأثار الجانبية لهذه الأدوية أنها كانت بتعمل تسدي عند الرجال، والتسدي عند الرجال قد يحدث بدون أخذ هذه الأشياء. ممكن يحصل تسدي عند الرجال نتيجة فسيولوجية، نتيجة فسيولوجية، رجل طبيعي هرمونات طبيعية لكن حصل له تسدي عند الرجال، بيبقى عنده مشكلة نفسية، بيبقى عنده مشكلة في الشكل والتكوين بتاعه. طبعا ينبغي أن تحترم هذه المشكلة ويحترم هذا البروبلم. قد تكون المشكلة التجميلية أقصى بالصاد بالسين، أقصى يعني قاسية جدا على الشخص من المشكلة العضوية، تلاقي عنده ضغط مش موت كنترول وسكر، ومش هو ده اللي شغل دماغه، اللي شغل دماغه المشكلات التجميلية أو هي نفس الكلام. فالنهاردة حوار مهم جدا علميا، وطبعا دايما في الحوارات العلمية بنبقى عندنا حرص شديد، لأن احنا في مجتمع شرقي كمان لازم نراعي هذا المجتمع الشرقي بقيمه، فهنقلك الصورة العلمية بشكل دقيق للغاية، وزي ما قلت لكم نراعي جدا إحساس هؤلاء الناس. ضيفي العزيز الصديق العزيز والغالي أستاذ الدكتور حاتم الصحار، أهلا بيك دكتور. أهلا زوجي، مزاح حضرتك. حقيقة السؤال الكلاسيكي، إيه هو الدواعي إن ست تدخل جراحة يعني تدخل عيادة جراحة تجميل لتشتكي من مشكلة من مشكلة الست؟ أنت بتتكلم الثدي بالنسبة للمرأة منطقة حساسة جدا، هي المنطقة الأنثوية الظاهرية الأولى للمرأة، يعني من بره الناس بتقول أنت فرق راجل من ست بوجود الثدي. المشكلة إن اللي بيبقى عندها مشكلة في الثدي عندها مشكلة في أنوثتها، وبتؤثر على نفسيتها، مش عارفة تعيش كويس، مكتئبة منطوية، مش عارفة تعيش حياتها. مشاكل الثدي عند المرأة بتخليها تروح لدكتور وهي مش عارفة، بتقدم رجل وبتأخر رجل. هي في الأول والآخر امرأة شرقية عندها عاداتها وتقاليدها، حاسة إن المنطقة دي منطقة
حساسه شويه بالنسبه لها، مش عارفه تتكلم فيها مع حد، لدرجه ان ساعات كتير قوي من الامهات اللي بتيجي مع بناتها بتكتشف مشكله الثدي عند بنتها وهي عند الدكتور. ويعني انا بيحصل كتير قوي انا بكشف على البنت مع مامتها، بتقول مامتها بتقول بتتخض بتقول انا اول مره اشوف بنتي بهذا الشكل، هي مش مقدره حجم المشكله اللي عندها. كتير قوي البنات بترفض تتخطب، بترفض تتجوز، بترفض حاجات كتير قوي عشان عندها مشكله في الثدي. فانت بتتكلم على نقطه خطيره جدا في نفسيه المراه او نفسيه الانثى، لان الثدي بالنسبه للانثى هو 90% من انوثتها او من احساسها بالكلام بالانوثتها. تكبير الثدي بالسيليكون نص ساعه بالظبط، ودي اكتر عمليه عامله نسبه ساتسفاكشن على مستوى العالم. يعني ايه ساتسفاكشن؟ ارضاء، عمليه تجميل بتعتمد على ارضاء المريض. 90% من العمل العمليه دي عندهم رضا كامل عن العمليه. السؤال المهم بقى اللي بتيجي تساله، الحجم هيبقى قد ايه؟ بصي يا بنتي، الحجم بيعتمد على حاجتين، يعتمد على عرض عظامك رقم واحد، وعلى المكان اللي انا بملاه. يعني انا لو عندي جيب، الجيب ده ينفع احط فيه تليفون بس ما اقدرش احط فيه ترابيزه. اوكي، فاحنا بنحط المقاس اللي يناسب حاجتين، عظام حضرتك او عرض حضرتك والمكان اللي بملاه، ما هو ليه حد معين. طيب هيبان اثر لهذه العمليه؟ لا يا فندم مش هيبان اثر، لان الجرح غالبا بيبقى تحت الثدي. جروح الثدي فيها ميزه كبيره ان هي بتختفي مع الوقت، وعمليه مفرحه، دي فعلا اسمها عمليه مفرحه. انت لا تتخيل منظر البنات بعد ما ثقتهم بنفسهم بترجع تاني بعد هذه العمليات. اختلاف واضح في سيكولوجية البنت، طريقة لبسها، طريقة الميك اب، انت لما تشوفهم بعد العملية واحدة تانية خالص. ده عملية تكبير الثدي ببساطة. وراء للأمهات حكاية ان الثدي هيكبر بعد الخلفة وبعد الرضاعة أو المراهم أو شوف لي أي دواء. أنا جات لي واحدة والله العظيم خدت كورتيزون، أنا اتخرجتك وقتها سنة لحد ما جالها سكر، سكر وضغط. بنت عندها كام سنة؟ 25 سنة. مين يعني طبعا خطأ طبي كبير جدا ان حد ياخد كورتيزون، انا بقول لك على حاجة زيادة الوزن او لتكبير الثدي، ده خطأ طبي مش مقبول. وفي الاخر جالها ضغط. طبعا هتاخد السايد افكت بتاعت الكورتيزون. خدت كورتيزون بيتاخد تحت اشراف طبي، يعني مش بأي طريقة انديكيتد، لازم يكون يعني في مرض يستدعي، مش الكورتيزون ما تاخدش كده. قلت لها يا بنتي انت خطرتي بحياتك عشان تاخدي تكبري عشان وزنها يكبر يزيد. قالت لي اه عشان عايز احقن دون. قلت لها وفي نفس الوقت مش هينفع دون بالنسبه لك انت. وفي الاخر عمل سيلك وبقى ساتسفايد. التكبير يعني برضو الطريقه العلميه له، احنا قلنا العمليه بتتعمل في خلال تقريبا 30 دقيقه. 30 دقيقه بالظبط. الطريقه يعني هو بيبقى بنج كلي، اغلبيه الناس بتعمل بنج كلي. الثدي منطقه حساسه صعب يتعمل فيها بنج موضعي. فتحه صغيره تحت الثدي او في اسفل الثدي. الحشوه تتحط في مكان من الاثنين، اما تحت العضله اما ما بين العضله والثدي. وليس ده اختيار مريض، ده اختيار طبيب. يعتمد على سمك الثدي نفسه، هل هو ينفع يتحط تحت الثدي فما يتحسش او يتحط تحت العضله عشان ما يتحسش. ان في كتير امهات بتبقى بنسميهم فلات، يعني ما فيش ثدي خالص، فلو حطيته تحت ثدي جلد هيتحس، فبنحطه تحت العضله. والاثنين بيتنوا نفس النتيجه ونفس الشكل ونفس كل حاجه، ما فيش فرق بين الاثنين. الفكره كلها هنحطه فين؟ مكان البوزيشن. ده كان تفاصيل علميه للي عايز يفهم تفاصيل علميه العمليه في العمليه نفسها. طب العينه بتروح امتى؟ نص ساعه بعد العمليه. تمارس صحتها الطبيعيه امتى؟ وذن يعني بره 24 ساعه تكون في الشغل بتاعها يعني. مش عمليه تحتاج الى انا في واحده جت عملت عمليه واحده النادي دي بعديها. اه طبعا عادي. والله راحت النادي. ما بعرفش عليك، راحت النادي بعد نص ساعه من العمليه. على النادي. شد الثدي خصوصا في الناس اللي عندهم ترهلات بعد عمليه السمنه. طيب في بقى نقطه مهمه جدا، انت جبت حته مهمه جدا قوي. يعني ارجو من الناس تفهمني كويس في اللي انا هقوله. الثدي متعرض للترهل الشديد لسببين. السبب الاولاني لو هو كان مليان بسبب مثلا سمنه والكلام ده كله وفضي، فبيحصل
ترهلات شديدة، وخصوصا ان الجلد كمان بيضعف، ده رقم واحد. رقم اتنين، او سيدة كمية الرضاعة او الولادة فحصل ترهلات في الثدي كتيرة، منع او بسبب السن، كلنا بنكبر في السن، عشان امنع ترهلات الثدي قبل ما اعمل العملية او اقللها على قدر الامكان، ازاي؟ لبس حمالات السطر بيسموها بريست سبورت. كانوا بيقولوا ده حمالات الصدر بتسبب كانسر. انا هقول لك الكلام، هو الناس فاهمها غلط. حمالات الصدر الضيقه هي اللي بتعمل تروما او بتعمل خبط في الثدي. اللي بيلبسوا حمالات ثدي ضيقه دي هي المشكله الاساسيه. انما حمالات الصدر العاديه هي بتسبورت الصدر، بتسند الصدر، فبتمنع تاثير الجاذبيه على الثدي، فبتقلل ترهلات الثدي. فده رقم ايه؟ واحد، ازاي امنع ان يجيلي ترهلات في الثدي. طيب حصل ترهلات في الثدي، ايه الحل؟ بقى عندي مشكله. المشكله الاولانيه حجم الصدر صغر وبقى في جلد مترهل، فانا لازم اول حاجه هشيل الجلد المترهل واكبر الصدر. طب ينفع دهون ولا سيليكون؟ الاحسن السيليكون. طب اشمعنى السيليكون مش الدهون؟ بنقول لهم الاتي، الدهون مش ماده صلبه زي ما الناس متفكره، الدهون ماده سيمي سوليد، يعني مش هي صلبه ولا هي سائله. بالبلدي كده انا عاوز اشبهها شويه زي الزبده، انت يعني مش ماده صلبه، فعمرها ما هتسبورت او تخلي الثدي في منطقه ثابته على المدى الطويل. فانا محتاجين حاجه اقوى شويه عشان جلد الثدي بقى ضعيف. فاذا انا هكبر وهرفع بسيليكون بجروح بسيطه جدا، عامله بيسموها اللولي باب او شكل المصاصه اللولي باب، جرح بالطول وجرح تحت الثدي وجرح، ده تعبير طبي جراحي. اللولي باب وجرح حوالين الهاله، وده الجروح بتاعت الثدي احنا اتفقنا بتختفي تماما. الاهم من العمليه ازاي احافظ على هذه العمليه. طب يا ست الكل، انت كانت المشكله الاساسيه في ترهلات الثدي بتاعتك ان انت كنتيش تعتني بلبس حماله الصدر، فارجو من حضرتك تعتني بلبس حماله الصدر، وخصوصا ان حلينا المشكله. بس اساس المشكله لسه عندك، الجلد الليجمنت ضعيفه. انا حسنت لك المسخ، بس انت حافظي عليكي بالظبط زي اللي بيعمل اسنان ومركب حشو. عموما الحشو هتبقى زي السنه العاديه، بس يا حافظ يا حافظ، هي دي السؤال. نروح للمنطقه المهمه برضو، التثدي عند الرجال، وخصوصا انه في كثره ويعني نوع من الفوضى في التعامل مع بانئات الاجسام او البادي بيلدر سبلمنتيشن اللي غير مفهوم جايه منين بالظبط، مش تحت اشراف لوزاره الصحه ولا حتى بتتباع في اماكن اللي نقدر جهاز حمايه المساعد يتابعها، ده بتتباع من تحت سلم اندر جراوند. يعني مدرب في جيم جاله شاب عايز يلعب شويه عضلات يقوي عضلاته ويخلي شكله افضل ويبقى فيتنس كويس، فيقول له انا هديك حاجه جايبها من بره، فوت عليا في البيت هديها لك او هقابلك في اي حته. حقن ومش عارف ايه، كوارث، سايد افكت خطيره جدا بتاثر. خلي بالك بس، احنا هنتكلم على حاجه مهمه جدا. الهرمونات في جسمك، وتحك ادغى مني في الكلام اللي بقوله، هي عباره عن سيمفونيه بتتعزف بمقادير معينه. لو حد هرمون منهم طلع عمل نشاز في هذه، يعمل خلل في السيمفونيه. الناس اللي بتاخد هرمونات جوث هرمونز والكلام ده كله عرضه اكتر للاصابه بالكانسرز اكتر من العيانين التاني، ولا يعني اللي بتنشط الخلايا بطريقه مستفزه. تصدي عند الرجال، الراجل زي اي راجل يعيش باي حاجه ما عدا ان يكون عنده تثدي، مكسوف من نفسه، مش عارف يلبس، مش عارف يخرج، مش عارف ينزل البحر. التثدي دي ليه سببين كبار جدا، ده سبب مرضي او فيسيولوجي. الفيسيولوجي اللي هو مولود بيه وخلاص، وساعات بيحصل في السن الكبير كمان، وده حله بسيط. السبب المرضي ايه؟ السبب المرضي لاما خلل في وظائف الكبد ومش عارف ايه، او ادويه معينه، وحضرتك ادغى مني بالموضوع ده. الجيل بقى الجانك فود، اكل الشوارع، اكل الشوارع جانك فود وما فيه من هرمونات، الفرايد، الحاجات المقليه، نرزق اي حاجه يعني.
تاني حاجة الأدوية بتاعت الجيم والكلام ده كله. كمية التسدد الزهرت اللي بيحصل إيه؟ إن أنت فيك كرجل هرمونات أنثوية بس بحد معين، فأنت بتاخد حاجات تنشط هذه الهرمونات أو بتاخدها في صورة أكل، فهذه الهرمونات الأنثوية بتروح منشطة غدد التسدي اللي موجودة عندك، فيحصل تسدي. بنعرفها ازاي؟ بنسال العيان، الكلام ده يا ابني ظاهر من عندك من امتى؟ قال لي من ساعه ما انا بلغت وهذه الامور ظاهره ان التسدي عندي موجود. خلاص ده بقى سبب وراثي او سبب هو مولود كده، بنسميها ايه؟ هي مولود كده. طب لا انا من ساعه ما بلعب جيم وانا طالب ابتدى يظهر طلاب كليه هندسه. انا بشوف بقول لك اهو يعني طالب هندسه بيخش لي انت عندك تسدي، بخش انا قبل ما العيان طبعا بيبقى فرحان ازاي ده الدكتور ده وهمي عارف ان عندي تسدي بدون ما انا ايه ما اكشف عليه، من كتر ما هم عادتهم بره بياكلوا جنك فود مشاريع ومش مشاريع ومش عارف ايه وكل طلبه الكليه فكره بياكلوا في المطاعم دي للاسف يعني فبيبقى عنده مشكله تضخم في عضله الثدي، تضخم في غدد الثدي. المطاعم اللي بيع الفاست فود خطير بالظبط كده من اسوء الحاجات يا جماعه، زاد بقى اللي بيلعبوا جيم والكلام ده كله بياخدوا هرمونات. بيحصل ايه؟ هو بيبقى عنده واحده من ثلاث مشاكل او ثلاث مشاكل مع بعض، مشكله دهون ومشكله غدد زائد او ناقص مشكله جلد. الدهون والغدد بتشفط بالفيزر فتحات صغيره، وبرسم زي ما بيقولوا برسم البنش حته حته، بس لازم اسيب 10% من هذه الغدد عشان امنع دخول الهاله للداخل عشان يبقى شكله لذيذ. طبعا تيجي بتبان وقت العمليه بيروح نفس اليوم نص ساعه بنج موضعي، تيجي مشكله الجلد. كانت زمان الناس اللي فقدت وزن كتير قوي، اللي وزنه راجل وزنه 160 كيلو فقد 80 كيلو او 90 كيلو بقى وزنه 70، ففي تغيرات في الثدي كبيره. يا دكتور هو انا عامل عمليه بجرح عشان انا خسيت عشان انزل البحر، هيبقى في جرح فيا مش عارف انزل البحر برضه وهنزل بالتيشيرت برضه، ايه الفرق؟ ظهر بقى اللي هو بيقول لك عليه جي بلازما، نتائجه في هذه الحالات اللي فقدت وزن كتير في شد الجلد المتغير بتاع التسدي وهميه، بالذات دي وهميه، ما بقى فيش حد بيتحط جرح بتاع زي التسدي. بس تنورت ربنا يخليك ضيفي العزيز الصديق والزميل العزيز الاستاذ الدكتور حاتم الصحاب كان في الناس الحلقه اليوم. في رابط وثيق جدا بين الشخير وحدوثه نتيجه انسداد مجرى الهواء او ضيقه يعني وبين ارتفاع ضغط الدم. رحت عملت سليب تيست خد بال حضرتك طلع عندي طلع عندي بيقطع النفس 25 مره في الليل، هذه كانت المشكله ان النفس بيقطع مع الشخير. هو مستشعر في ليفل واحد ولا منطقه الاوروفارينكس منطقه الحلق، لان احنا عندنا كذا اوبستراكشن موجودين من اول الانف للحلق لمنطقه الهايبوفارينكس لغايه اللارينكس تحت.